السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم اللائحة البيضاء. كما عودناكم دائما وأبدا، القضية الأولى بعنوان الأثر القانوني للاستئناف، نشاهد. في أي قضاء نجد من حق المتضرر من الحكم الصادر في أي قضية حق اللجوء للاستئناف كدرجة من درجات التقاضي؟ وفي المجال الرياضي نجد هذا الحق في بعض القرارات الصادرة من اللجان القضائية في منح المتضررين منها حق طرق باب لجنة الاستئناف لتعديل القرار أو إلغائه، إلا أنه في مجالنا الرياضي نجد ما بعد طرق باب الاستئناف ما هو مختلف، حيث أن العقوبة رغم الاستئناف تظل سارية ونافذة ولا تتوقف لأخذ القرار النهائي الملزم إلا في حالة واحدة، وجود الغرامة المالية، لكن الإيقاف يظل ساريا حتى وإن نال المستأنف قرارا نهائيا بإلغاء الحكم الابتدائي، وهذا ما لا تقبله مبادئ العدالة، فهل من حل لهذا؟ شكرا لمعد هذا التقرير رئيس تحرير أحمد سناني وأيضا محمد ثواب ووليد عبد السلام صاحب الأنامل الذهبية في المونتاج. رحب اليوم بضيفي وضيفكم المستشار القانوني والحصري لهذا البرنامج الأستاذ خالد الشعلان. حياك الله أستاذ تركي، أحييك وحيي أسرة البرنامج جميعا، الزميل المعد أحمد السناني والمخرج فيصل قمعلي، جميع الموجودين في الاستوديو والمشاهدين، بإذن الله تكون حلقة خامسة ثرية ومفيدة للسادة المشاهدين. أبو الوليد راح أسألك مباشرة، ما هو المقصود مصطلح أثر الاستئناف؟ طبعا في القضاء دائما يكون في بعض القرارات يحق للمتضرر أنه يلجأ الاستئناف، عموم القضاء. في القانون الرياضي كذلك موجود هذا الشق، وفي بعض يعني مثلا في لائحة الانضباط فصلت هناك قرارات يستأنف فيها وقرارات لا يقبل فيها الاستئناف، كذلك في المنازعات في العقود في كل مجال فيه محدد هذه الأشياء، هذه ما نبغى نتوسع فيها، لكن انه حينما تقدم الأوراق الجديدة لحيال القضية التي صدر فيها الحكم فيكون الشخص المتضرر مضمن هذه الأوراق حاجتين اللي هي أدلة جديدة أو وجود الخطأ في تكويف الواقع عندما نظرت في اللجنة الابتدائية الأولى، يعني مثلا إذا قلنا لجنة الانضباط تكون لم تكيف الواقع ولم تعرض الحقائق بالشكل المطلوب، أيضا لم تضع عليها الاستناد القانوني والمواد بالشكل المطلوب حيال هذا الشيء. هنا إذا كان القرار قابل الاستئناف يتقدم الشخص أو وكيله أو المحامي عن الجهة سواء النادي أو اللاعب اللي صدر فيه القرار ويستأنف، لجنة الاستئناف تنظر هذا الشيء، هل هناك شيء جديد يستحق ينظر فيه ولا لا. أيضا في اللجنة لهم الحق في الاستعانة أنهم يعني شبه تقريبا يبدأون بالقضية من جديد، أحيانا بعض القضايا تبدأ من جديد. شروط الاستئناف؟ أحسنت، في طبعا الشروط في الاستئناف حددها المشرع في اللائحة هنا اللي هي الشكلية عموما، اللي هي أنه يقدم إخطار، مع أني أنا ضدها لأنها فيها تعقيد، تقدم إخطار أنت يا تركي أنه أبستأنف على القرار اللي صدر لي أمس تقريبا، لك فترة يومين في التقديم وبعدين ثلاثة أيام كي تستعرض قضيتك. طيب ايش الحكمة؟ ما أدري أنا، ما هي قانونيا هي شرط ثالث اللي هي الرسوم الألف ريال، وإذا كسبت القضية تعاد لك، إذا قبلت في الاستئناف قبلت موضوعا نتكلم وليس شكلا، لأنه أحيانا تقبل شكلا وترفض موضوعا. تمام، الآن لما أي قضية تمر عليها أكثر من يومين ما تقبل؟ لا 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 لا، احنا نتكلم عن الاختار. لا لا لا، الاختار طبعا الاستئناف يختلف المدة عشان الاستئناف اللي هي اللي استعرضناها من اربع حلقات او ثلاث ممتاز. حلقات اللي هي اذا كانت داخل الملعب وما الى ذلك حددناها احنا ممتاز، هذا عرفنا وقتها الاختار لا على اساس انه المشاهدين يعرفونها اكثر، لان سؤالك كان في محله. ايه حددوا نفس سؤالك اللي هي المهم، اللي متى ينتهي فترة الاستئناف ويسقط حق في الاستئناف، لا يجوز المقاضاة، طبعا المادة 41 لا يجوز المقاضاة على المخالفات التي ترتكب خلال المباراة بعد مضي شهرين تمام على حدوثها، وقاعدة عامة لا يجوز المقاضاة على المخالفات الأخرى بعد مضي ستة أشهر على المخالفات. طبعا الفساد في الفقرة الثانية
وضع له المشرع لا يخضع الفترة أي زمنية محددة. نرجع معنا. الحين شقنا في الأثر القانوني للاستئناف، تكلمنا عن الأشياء الشكلية، هي ثلاثة أشياء: الإخطار، وبعد ذلك تقديم الصحيفة اللي هي خلال يومين اللي موجودة، لا في خلال ثلاثة أيام، ثلاثة أيام الإخطار، وبعد ذلك طبعا يرفق فيها ما يثبت أنه أودع الألف ريال في الحساب البنكي لجهة الاتحاد. المادة 130 يقدم المستأنف التماس والاستئناف عبر الفاكس، هذا شكلي في بوردو، ويرسل الأصل خلال ثلاثة أيام عمل لتكلم عنه. أوكي. ما لم يسلم الأصل مباشرة لسكرتير اللجنة. ثانيا، يتضمن الالتماس الدعوة والأسباب وعرض الأدلة على أن يوقع من قبل المستأنف أو ممثله، يعني الأدلة التي ترتقي أن لجنة الاستئناف تجتمع وتأخذ فيها. ممتاز. أي. على الأساس هذا يعني مو فقط أنه سطرين أنا مستأنف ضد القرار لأنه ظلمت من لجنة الانضباط وأن دائما هذا كلام إنشائي. تمام، أرفض تقبل يا ترفض. تقبل ترفض، يعني مثلا زي اللي استعرضنا الحلقة الماضية قضية الجبرين، أنه معاقبوه قضية سلوك مشين، وهي سلوك المشين تحدث في خلال أنه ما فيه تداخل على الكرة، بينما قضية الجبرين اللقطة كان في تداخل على الكرة زي هذه ممكن المستأنف يستعرضها في استئنافه. أوكي. طيب طبعا في الشق الإيداع المصروفات للاستئناف، تحدثنا عن 1000 ريال تودع في الحساب قبل انقضاء مدة 3 أيام فقط. أبو وليد، يعني بس أنه اللائحة تأمر باستمرار العقوبة. الآن نأتي إلى موضوعنا الأساسي اللي هو أثر الاستئناف اللي هو مذكور في المادة 130. المعيب اللي هنا احنا الموجودين في الرياضة القانونيين وعلى رأسهم العميد الأستاذ محمد دويش، لنا نظرية أنه كيف أنا أستأنف وبعد ذلك العقوبة تسري. في اللائحة مذكور أنه الذي يتوقف فقط الغرامة المالية ما تدفعها، إذا كنت أنا فارض عليك لجنة الانضباط أو أي لجنة أنك عقوبتك غرامة مالية وأنت استأنفت ضد القرار، الغرامة المالية ما تدفعها الحين البت النهائي في الاستئناف، أما الإيقاف عن المباراة تستمر سواء قبل الاستئناف أو لم يقبل. الأستاذ العميد محمد دويش ونحن أيضا إحنا نتكلم المفترض أنه توقف العقوبة الحين البت ويأخذ القرار النهائي من الاستئناف. طيب خليني بسألك سؤال ممتاز. مباشر ممتاز. الآن فرضا وقفت مباريتين وصلحنا الاستئناف، جاء الاستئناف من صالحنا، وش عوض اللاعب المباراتين اللي تركها اللي ما لعب فيها؟ هذه الخطيره في الموضوع. الماده 130 الفقره الاولى تحدثت قالت تؤثر، عكس كلامك انت الان كانك تأيدنا، تؤثر نتائج الاستئناف على القضيه التي تتم مراجعتها من قبل لجنه الاستئناف. ثانيا، لا يؤدي الاستئناف الى ايقاف العقوبه الا فيما يتعلق باوامر دفع المبالغ الماليه فقط. وش الفائده الاستئناف؟ أيوة. مالي فقط المبالغ، يعني اللي صار عليه 50,000 40,000 نقول لا تدفعها ما دام انك مقدم الاستئناف ما يدفع. بس العقوبه الفعليه ماشيه، العقوبه زي ايقاف مباريات مباريتين، زي مرضى لنفرض 6 أشهر، في ايقافات 6 أشهر، في ايقافات اللي هي مدى الحياه موجوده هنا في اللي بعد عن نشاط مزاولة كرة، يعني في ايقافات. خالد خلينا نجيب قضيه يعني شوي يعني إنسانية، مثلا لاعب وقف 6 شهور. أي نعم. وجي استئناف وجلت جلساته وكذا، جلس استئناف من صالحه. أيه. إيش عوض على 3 شهور اللي هذه المفترض أيضا هو أنا أعتبره لقطة منك جديدة وتضاف على اللي إحنا ذكرنا إنه أيضا إنه شخص إذا أمضى فترة موقف ممكن راح مباراتين وبعد ذلك اخذ زي البراءه نتكلم عنها في القضاء العادي، ممكن بعض اللي توقف راتبه. ايه عنده في العقد هذه موجوده راتبة. استاذ تركي انت جبت لفته نيره ممتازه في نظام الاجراءات الجزائيه في القضاء الجنائي، في ماده مذكوره في النظام السعودي انه شخص اذا سجن وبعد ذلك ثبت براءته او ثبت انه عقوبته اللي اخذها في المحكمه تزيد عن فتره بقائه في السجن اثناء التحقيق وما الى ذلك ياخذ التعويض، فما بالك في القضايا الرياضيه؟ يعني لابد انه يضمن هذا اللي انت ذكرته، وانا اقولها مش مجامله، لابد يضمن في اللائحه اذا اخذوا براينا انه الايقاف لابد انه ما يستمر. لجنه الاستئناف تنظر في قرارات مين؟ اي لجان؟ اللجان احنا ذكرناها اول، فضل المنازعات. اوكي. ولجنه الانضباط. والاحتراف تبع فتره المنازعات. لا الاحتراف ما عاد مسابقات سلخت منها
لا وتنظر في الاحتجاجات والمسابقات الاحتجاجات اللي هي على مشاركة لاعب مؤهل قانونيا مو مش مؤهل والمسابقات لها علاقة في تقديم مباراة تأخير مباراة في مباراة في يعني نعم مثل نعم تدخل مباراة الأخيرة ذكرت لائحة المسابقات ممكن إن شاء الله في الحلقات القادمة طبعا لازم نخوض في لائحة المسابقات اللي احنا ما استعرضنا فيه فقرات انه في استئنافات على بعض تذكر القضية اللي حصلت قبل فترة بين فريقين جيبها كمثل النصر والشعلة السياج و السياج لنقل مباراة نعم. كان من حق انه يستأنف رئيس الشعلة للاستئناف لو نقلت مباراة من ملعبه؟ لا هو ما صدر قرار اي لو قرار ما صدر كان 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 اجتماع لا لا انا اقصد لو صدر لو صدر لا في فيها فيها شرط في لجنة المسابقات انه مو مو القرارات اللي مثل هذه ما فيها استئناف الاستئناف على النتائج وما الى ذلك طيب خلينا نفرض ان في عندنا لجنة الاخلاق والقيم من تكون اعلى سلطة الاستئناف هي تستأنف على لجنة الاخلاق اعتقد انها موجودة لكن الى الان لجنة القيم ما بعد انا اقول له تمت لو تمت لابد انه يستأنف ضدها اي قرار انا مع انه استئنافه ابو الوليد غرفة التحكيم الرياضي اللي الحين منشأة في الاولمبية لو صدرت الان لجنة الاستئناف والغرفة فضل المنازع كل هذه راح تلغى لا اللي بتلغى بتاخذ مكانها اللي تلغى غرفة فضل المنازع والحين انشاء اللي الجديدة هذه اللي فيها لجنة المشكلة اللي برئاسة الضبعان ونائب الهريش والاستئناف تبقى الاستئناف اي باقية الاستئناف باقية هيئة قضائية موجودة طيب لو اصل الاتحاد السعودي بقرارات هل يحق لجنة الاستئناف النظر فيها اي نعم ينقضها؟ اي لجنة الاستئناف تنظر تنظر اي قرارات صادرة من اللجان اللي شبه قضائية ليش مو مفعل عندنا؟ يعني لا لا قل قل ليش ما في احد يشتكي مسؤولين في لجنة الانضباط؟ يعني عندما اشتكى خالد البابطين العالم كله كان ضد خالد البابطين مش غريب صحيح عندما طلبوا في الافادة انا لو كنت مكانه اشكيهم اذا كنت واثق على طول الثلاثة اتقدم بموجب المادة 5 الفقرة 3 لجنة الانضباط تنظر في المسؤولين طيب ابو الوليد بالنسبة للجنة الاستئناف هي خاضعة طبعا احدى لجان الاتحاد السعودي اي نعم احدى اللجان مش الهيئات القضائية وفق المادة 49 من النظام الاساسي طبعا هل طبعا الزميل محمد ثواب يقول الزميل الاستاذ خالد البابطين موجود الان في زيورخ تقديم شكوى اي تقديم الشكوى ذكرت صحيح ما ابغى ازيد على الكلام اللي احنا ذكرناه في الحلقة بس انه انت وجهة نظرك القانونية لا انا قلتها هنا في الحلقة لن ياخذ شيء ما تتوقع اي لانه هو قفز المفترض انه يصر على دعواه هنا في لجنة الانضباط طالما هو قال حتى في تصريحه الاخيرة وبينشر له المقابلة قال لازلت انا رئيس لجنة الانضباط هذا الكلام غير صحيح حتى اذا كان القرار كان معيب المفترض انه ما يتكلم بهذا الكلام بس انه لا حق ايضا المفترض انه اللي انا مستغرب منه وكذلك لي زملاء قانونيين خارج الوسط الرياضي انه الاستاذ خالد البابطين عندما أنزلت من رئاسة اللجنة إلى عضو فيها استمر في الاجتماعات لماذا تغيب أيضا طالب بالإفادة الشفهية هو نسى الإفادة الشفهية صارت في غياهب النسيان بالنسبة له مفترض يطالب هو زي ما ذكرتك هو يريد أن الاتحاد يعرض عليه أنه يجلسون على طاولة شاهد تطنيشا من الاتحاد فذلك صر أنه يذهب إلى زيورخ هل طالب أن يجلسون على طاولة؟ لا ما طالب بس واضح من تنقلاته في الإعلام وكذا أنا ما أبغى طيب الاستئناف الآن هي لجنة تحت الاتحاد السعودي صحيح؟ أي نعم تحت مظلة الاتحاد السعودي نعم ممتاز نعم. لجنة الاتحاد السعودي أو الاتحاد السعودي مجلس الإدارة وعضو رئيس الاتحاد السعودي أو من ينوب عنه يستطيع أن ينقذ قرار لجنة الاستئناف؟ لا ما يقدر لا تمام لا السؤال هذا لا تمام نهائي. قرارها نهائي وملزم نهائي ما وايضا من مبدا الاستقلاليه الجهات القضائيه لا يجوز له اذا كان ما يستطيع انه يتدخل حتى الرئيس الاتحاد في اي شيء يختص باللجان القضائيه في طيب. الانضباط فما بالك في الاستئناف برافو انا بوصل للمرحله هذه اجل من يقيم لجنه الاستئناف العمل إيه؟ احنا نعرف المدى اللي استعرضناه قبل المصلحه العامه لا في تحت اللجان يختلف. انا بتكلم عن الهيكله لجنة الاستئناف عشان نفهم احنا القانونيين انتم يمكن لجنة الاستئناف قصدك طالما انه تحت الهيكلة تحت ادارة الاستاذ احمد عيد فانتم تقولون لا هي ذكرت اللائحة ذكرت عفوا النظام الاساسي ذكر انه الجهات القضائية عمرها الزمني 4 سنوات طبعا ما ذكر حيال التقييم الفعلي ذكر حيال اعادة تشكيل للمصلحة العامة او الاقالة جمعية عمومية وعد تشكيل أيه؟ الاتحاد اللي ذكرت انت في التقييم ممكن يندرج عليه زي الجمعيه العموميه بحيث اني لما ابقيل
تركي زي طريقة خالد الباطين المفترض تستدعي المادة عمومي. أعتقد 45 لا المادة 36 ذكرت أنه لا يجوز إقالة أي عضو في الهيئات القضائية إلا بأنه أنه يسمع لتظلمه ودفاعه ويقدم يقدم مذكرته والطعوء وما إلى ذلك. لا في مادة صحح لي اللي هي تذكر أنه من حق مجلس الإدارة تغيير وتشكيل تشكيل هذه المادة 34 34 بالنسبة للموضوع هذا أنا عشان بس أفهم إيه تفضل الآن لجنة السناف تقولون إنها لجنة مستقلة إيه. أنا لما يجيني التقييم أو إنه رئيس مجلس الإدارة لا تحط في راسك إنه في تقييم في الاتحاد ما في تقييم ما في. أوكي هو المفترض إنه تتولاه اللجنة القادمة بس أنا عندي في اللائحة مادة مطاطية تقول إن من حق رئيس الاتحاد إعادة التشكيل لما تقتضي المصلحة العامة ممكن انه يتكلم المصلحة العامة يقول ابغى اقيم يعني هو دخله يعني هي باب مفتوح كبير لا بس انه يجوز انه يطعن في هذا الشيء يعني بس خالد الباطين سلك الاشياء هذه خالد الباطين اذا كنت يعني تدور لا لا لا, لا 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 انا اتكلم بشكل عام خالد الباطين اخذ له مقرا في الاعلام وترك حمل الاسس القانونيه اللي احنا نعرفها انا كنت مستبشر خير عندما سمعت انه طلب افادات شفهيه واصر عليها عمل الايقاف الاجراء المؤقت في حكايه اللاعبين جاب اشياء جديده الموجوده طبعا انا ضد بيع الادله وما الى ذلك لكن شاهدته بعدين اخذ له مقرا في الاعلام في القنوات وجلست اني بروح ما كانت طيب يعني. ينضم معنا الزميل معاذ الجندل المحامي والمستشار القانوني مرحبا معاذ أهلا وسهلا مرحبتين أمسي عليكم بالخير والأستاذ خالد الشعلان أهلا وسهلا الله يحييك هلا أستاذ معاذ هلا فيك عندنا قضية نتحدث عنها اللي هي الأثر القانوني للاستئناف يا معاذ لو هناك شروط تكلم عنها الأستاذ خالد كيف شايف الموضوع الاستئناف أو لجنة الاستئناف عملها في الاتحاد السعودي والله بالنسبة يعني لجنة الاستئناف وبالذات في قرارات لجنة الانضباط يعني صراحة المفروض أنهم يضمنوا العدالة للجميع وأن يعني بحيث أنهم يقدموا الاستئناف في أي حالة يعني مثلا لو أخذنا الحالات الجديدة أو الأخيرة مثلا بالنسبة للاعب يعني عبد العزيز الجبرين أصدرت ضده عقوبة وهي غير قابلة للاستئناف رغم أن نادي النصر ذكر أنه عبر المركز الإعلامي أنه راح يقدم استئناف وهذا الشيء غير صحيح طبعا هنا القرار يوم صدر لا يعني لو ترجع قدم النصر حقت عدم المراجعة تعرفها المادة 150 هي ذكرت في الإعلام تداولوا أنه النصر مستأنف على الجبرين لم يستأنفوا عليه عادوها لجنة الانضباط بخطاب للمراجعة اللي هي في القضاء العادي تعرفها معاذ اللي هي التماس إعادة النظر بس للتوضيح هذا تفضل صار لأنهم هم أعلنوا أنه قدموا استئناف وما كان استئناف ولا لا أحسنت أي بالضبط يمكن طريقة الإعلان كانت خاطئة بس حتى مثلا قضية الجبرين يعني مثلا اللاعب هو كان يعني اللاعب اللي وقع ما حاول الجبرين أنه هو يضره يعني كانت مكاتفة وهي لعبة كرة القدم فيها احتكاك هي لعبة احتكاك فتقدير العقوبة المفروض أن يكون بالشكل الصحيح تقدير العقوبة ما كان بالشكل الصحيح تمام أنه أنت تتحدث عن الموضوع أنه لجنة الانضباط يعني كان قرارها غير صحيح ما هو دور لجنة الاستئناف هي مش المشكلة بس كذا أنه قرارها غير صحيح لو كانت العقوبة حقة الجبرين 3 مباريات إيقاف هنا راح يحق النادي النصر أنه يستأنف وأنا متأكد لو رفعت لجنة الاستئناف راح تنقذ هذا القرار ممكن أستاذ خالد الأستاذ خالد مطلع بشكل أكثر أستاذ خالد لأنه في موضوع وهو معانا الآن على الخط موضوع الاستئناف على موضوع المباريات اللي تحدثنا فيها الحلقة الماضية قالوا أنه إيقافه مباريتين صح؟ نعم وقالوا الغرامة 10,000 10,000 نعم هي صارت خنقة تقدر تستأنف حقة المباريتين و10,000 لا ما يجوز لك تستأنف على المباريتين ويجوز لك تستأنف 17,000 اي بموجب الماده 126 وهذا اللي نتحدث فيه هذه الجميل ان لجنه الاستئناف ما تاخذ فيه هذا المبدا تاخذ بالقرار ككل اي احنا استاذ معاذ في تناولنا القضيه نتكلم عن شيء ممكن انت تعرفه في القانون اللي هو الاثر القانوني في الاستئناف اللي معروف اللي معمول فيه للاسف منذ عرفنا لجنه الاستئناف انه اذا صدر قرار لا يتوقف القرار العقوبة لا تتوقف
الحين إصدار الاستئناف في القضاء العادي، أنت تعرف كل القضاء العادي ما في شيء اسمه ينفذ إلا بعد تطبيق الحكومة تصديقه. قرار نهائي. أحسنت أحسنت، هذا اللي إحنا. وهذا هذا هذا اللي نتكلم عنه، يعني لما يصدر قرار المفروض يعطوا للأندية. في يعني أخوي معاذ في قضية ثانية أخرى حاب إنك تمثل فيها غير قضية عبد العزيز جبريل عشان تكون أوضح وأشمل للمشاهدين. هو مثلا لو أخذنا بعد قضية مايك، بما أنها هي اللي الآن على السطح، يعني مايك صراحة واضح إنه اللاعب كان يحاول، ولكن أنا أشوفها كانت يعني 40,000 يعني مبلغ شوي عالي، بالذات أن اللاعب أولا أجنبي وأول مرة، فكان العقوبة مبالغ فيها من ناحية المسؤولية. بس إنه معلش معاد ما تفرق معنا اللاعب ما كان موجود حبيبي، معاد ما تفرق معي لاعب أجنبي ولاعب سعودي، هي على قولتهم الضربة واحدة. حسين مقهوي أنا كلمت الأستاذ خالد فيها قلت أبعد مباريتين، وأعتقد إنه ما يقى مباراة واربعين ألف، احنا ما ندخل في النيات بس ضرب. اي بالضبط بالضبط، بس انت الضرر عندك ما كان موجود، التطبيق المفروض يكون تدريجي. احنا ما نفرق، ما اقول لك ان احنا نفرق بين لاعب اجنبي، بس مو كويس ان العقوبات تبدا بشكل مغلط وعلى لاعبين اجانب ويبدون يحسون انه في فرق بينهم وبين اللاعبين المحليين، هذا اللي نقصده. بالعكس انا وجهة نظر تحترم، بس انا اعتقد انه اتوقع انه ما يصير على لجنه الانضباط لاعب الاجنبي هو ما يصير على اللاعب السعودي. احنا شفنا حسين لا ما نقول ما يصير، بس انت عندك لجنه الانضباط من بدايه الموسم ما كانت تتخذ القرارات بهالشكل القوي. بعد ما صحيح قال الدكتور يمكن خالد بنصر صحيح كان شويه جاف. فانت يعني عندك لاعب كان خاطئ، ما يستطيع قراءه الجرائد، ما يدري، فجاه كذا ايقاف 40,000 وغرامه عليه، يعني يقول لك الحين انا اول مره اسمع بهذا الشيء، وهو يشوف اشياء اعظم من كذا. انا اقول لك شغله، هنا برضو احمل النادي مشكله التثقيف القانوني، المفروض انه النادي يصلح لهم دورات وورش على اللاعبين. حتى الانديه ما كانت طيب تدري انه العقوبات لا تطبق بهذا الشكل. انه انا اعتقد بالعكس ترى احنا معنا، احنا ودنا استاذ معاذ سلامه اللاعب مهمه. استاذ معاذ انا اقول شغله، النادي له دور بعض برضو كبير جدا، انه تثقيف اللاعبين بالقوانين باللائحه، اعتقد ان ما في اي نادي ينفذها ولا في اي نادي يعلمهم انه لو صار كذا ويجيب لهم لقطات على الهواء ويجيب لقطات ترى توقف هنا مباراتين تغرم، هذا برضو النادي يتحمل جزء من المسؤوليه. اذا كانت لجنه الانضباط نفسها الى الان توها تبدا تثقف فجاه، عرفت؟ احنا كذا نقول المفروض يكون في تدرج ويكون طيب في شرح للانديه، ترى خلاص الان نبغى نطبق بشكل قوي ويكون في تدرج. يعني انا مثل ما قلت لك هو صح مايك يمكن تنرفز شوي، بس عملية الضرب ما كانت موجودة. كان لو كان ضرب اللاعب قانوني استاذ معاذ يستاهل محاولة ارتكاب، شروع في محاولة ارتكاب مخالفة اللي هي المادة 9، وبعد ذلك المفترض تدرج في العقوبة اللي هي التحذير واللفت نظر، اللفت نظر ثم تحذير. الاستاذ معاذ الجندل شكرا جزيلا لك. طيب الله يعطيك العافيه، شكرا لكم. طبعا راح ننتقل للقضيه الثانيه، القضيه الثانيه هي التي شغلت الشارع الرياضي والمشاهدين والجماهير، قضيه شائكه، قضيه ينتظرها الجميع. القضيه الثانيه الشروط القانونيه للترشيح لاتحاد كره القدم، نشاهد هذا التقرير. سهام من الأسماء باتت تنطلق ويروج لها مع قرب انتهاء فترة مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لترشح نفسها للفترة القادمة، فأصبحنا لا نسمع ولا نقرأ في شأن هذا الاتحاد إلا عن أسماء تنوي ترشيح نفسها لمنصب رئاسة الاتحاد. بل هناك أسماء سبق أن عملت في هذا الاتحاد، بل منها من كان نائبا لمجلس الإدارة الحالي. هذه السهم من الأسماء هل يتم تقليص عددها عندما يجد الأمر ويبدأ التلويح بالشروط القانونية في الانتخابات القادمة؟ وحينها هل نقول ما أسهل الأسماء حين نعدها لكنها في الكفاءات قليل؟ مع اللائحة البيضاء سنستعرض ما يقوله القانون في هذا الشأن، وحينها لك عزيز المشاهد أن تعرف من سترى اسمه في الترشيح ومن سوف لن ترى له أثر. أستاذ خالد، القضية هذه شائكة، والقضية هذه أشوفك وحنا تحت الهواء تأخذ شهيق وزفير. طبعا سمعنا نعم معترك
ترشح نفسك ولا لا؟ طيب خلينا نقول من الجهة المختصة في انتخاب رئيس اتحاد. طبعا في شيء لازم أذكره، أنه في الترشيح السابق حق أستاذ أحمد عيدة كان متولي الملف الدكتور القدادي، ولا زال الظاهر في لجنة الانتخابات. طبعا احنا القانوني كنا ضد، كانت ما أبغى أدخل في التفاصيل، كانت غير قانونية. كيف؟ تشكيل عشوائي جاي، لائحة لجنة الانتخابات إلى الآن ليس لها لائحة، تعليمات موضوعة مكتوبة ويدخلوا في قاع، كان وليست مأخوذة من النظام القياسي الأساسي للاتحاد الدولي في الانتخابات، يعني عملية معقدة كانت. تمام. معقدة أنا أذكر هي سهلة هم سلقوها، بس إنه معقدة لنا إحنا، يعني كل في كل موضع في خطأ. الآن في الانتخابات الجاية الجديدة، وطبعا القضية المهمة اللي هي تدور عند أوساط الجمهور والإعلاميين، من سيأتي فلان فلان، من معه الكلام هذا. تمام. وإحنا نعرف إنه في الاتحاد في النظام الأساسي الاتحاد لم يغفل هذا الشيء، ووضع شيء اسمه لجنة الانتخابات موجودة في المادة 19، وتعتبر أيضا من اللجان الدائمة في الاتحاد السعودي. هذه اللجنة هذه تتولى الإشراف والتنظيم. اي نعم. طيب. فيها فلان وفلان انا ما اذكر الاسماء، بس اعتقد فيها القدادي، لا زال القدادي الدكتور. ليس لها لائحة الى الان، مضى عليها يمكن 5 سنوات او 4 سنوات، ما عندها لائحة. تتولى زي ما ذكرنا الانتخابات والإشراف عليها. طبعا اختيار الرئيس، اذا كنا بنتحدث الحين عن الرئيس فقط ومجلس ادارته، هذا الاختيار يتم عن طريق الجمعية العمومية في النظام الأساسي. تمام. وفق آليتها. في الجزئية حقت القضية اليوم اللي هي الشروط القانونية للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ما عدا الأمين طبعا، الأمين لا 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 لا, لا, لا احنا نتكلم عن الشروط الآن في مجلس بشكل عام. أوكي. إيه سواء أمين سواء معين ولا غير معين، شروط تنطبق. النظام يا أستاذ تركي فصل فقط، ميز بين الرئيس والأعضاء الباقين في الشروط. تمام. الشروط معروفة اللي هي في المادة 22 فقرة الرابعة، تناولت أول شيء ناحية العمر، أنه لا يقل عن 30 أعتقد ولا يزيد عن 65. تمام. وتناولت المؤهل، أنه اللي بيجي في المجلس الإدارة لابد أن يكون عنده مؤهل جامعي، وأن لا يقل خبرته النشطة مع في مجال كرة القدم عن 5 سنوات، وإذا كان ثانوي أنه 15 سنة. تمام. هذا ما يتعلق بالعمر والمؤهل. تناولت الإقامة، أنه يكون يقيم في المملكة العربية السعودية فقط، وكذلك تناولت الجنسية، جنسية سعودي. وتناولت أيضا أنه لما يتعلق بالسوابق، ما تكون عليه سابقة. نعم. جنائية. نعم. أخلاقية تخل بالشرف والأمانة والنزاهة، لأن نعرف المجال هذا. تمام. هذا أهم شرط. كذلك نأتي الآن، ميزت بالرئيس، لنفرض أنه ألف هو الذي سيكون رئيس. طيب. وضعت له أنه المؤهل الجامعي لازم، ما في شيء اسمه إجباري. أوكي. إجباري، وأنه خبرته تكون نشطة مع الاتحاد القاري المحلي لمدة 15 سنة. عبارة نشطة. كيف نشطة؟ نشطة يعني أنه حركة، يعني مو معنى بس أنه تركي الدعجم والله أنا عضو شرف في نادي الفيصلي نقول، زين والله أنا من 20 سنة عندي ذا العضوية، بس مالك حس، يعني مالك لا دعم، لا دخلت مجالس إدارة، لا توليت النشطة، يعني مش راكدة. تمام. يعني ممكن أهالي النادي الفيصلي ممكن يأتون يقولون بالفعل هذا من 30 سنة موجود في النادي، بس أنت مالك خبرة نشطة، يعني مش مالك حراك في النادي، على الأقل لو في النادي ما فيه هذا الجزء، طالما النظام قال نشطة فلذلك. يعني مثلا زي خلينا نضرب اسم وانا جبالي وانت تتكلم، من الشروط اللي اخذتها مثلا دكتور حافظ المدلج تنطبق عليه الشروط. اي دكتور حافظ المدلج، شوف انا لا تحدد لي، لا انا لا حدد لي اسماء، مين مشكلة عندي. إيه؟ بس الشروط انا ما ادري. لا الشروط اللي قلتها انت الاربع. لا لحظة 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 تركي عشان ما تتضايق مني. تفضل. شوف الاسم اطرح علي اي اسم. أوكي. الشروط انا خايف ادخل في شروط، يعني زي السواق ما ادري فلان. لا ان شاء الله ما لا انا ما اتكلم عن حافظ جامعة. لا ما اتكلم الحين عن ما كم ما جلس مع طلاب. لنفرض سالتني عن واحد اسمه محمد لا انا سالت دكتور حافظ ما ادري.
انا ادري ان عمره ينطبق ومؤهله ينطبق وخبرته ما خبرت 15 سنه ممكن 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 مش نشاط الرجل لحظه ممكن ممكن لجنه الانتخابات اللي هي في في البدايه فتره الانتخابات قبل الطعون ممكن سلطتها تقديرها تقول نشاطه مش نشط مع اني انا اشوف نشط حافظ المدلج نشاطه نشط طبعا انا ضد ترشيحه بحكم انه يعني بغض النظر لكن الدكتور لا انا عندي اذا لم يكن نشط من نشيط لا 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 انت ممكن تأيدني انا ضد الاسماء المتكرره انا معك هذا عندي طيب هذا اساس قاعده طيب خلينا نواصل وجميع الاسماء المطروحه الان انا ضدها اغلبها يمكن ما في الا اسم واسمين انا معاه او اسم ليش ابو الوليد ما يعني ابى اطرح لك مثلا أستاذ محمد النواصر أنا أحبه وأحترمه لكن على طول تقول أبا أستقيل وتجي وأنت في رابطة ونائب رئيس مجلس الإدارة حتى أنا متأكد يعني ما أبغى أفصل لو نضع استفتاء حيال الأمر عموما إيش هي الشروط هي التي تحكم يعني لا إحنا نتكلم طيب مثلا عندنا الأستاذ عادل عزت إيه سليمان مالك ايه في أسماء إيه هذا شوف عادل عزت سليمان مالك أنا ما أدري عن الخبرة سليمان مالك أنا سمعت أنه بالفعل في نادي الحزم نادي النصر أيضا عنده ملف بس هل هي نشطة أم لا في نادي النصر أعرف أنها نشطة نشطة وبوضوح الأستاذ سليمان مالك لكن في الحزم هل هي نشطة يعني في نادي النصر ما أدري عن الفترة هو جلس فترة طويلة في نادي النصر كعضو شرف فلذلك هي سلطة تقديرية للجنة الانتخابات هي التي تأخذ في الإعلام أنا وياك نقرأ الآن في ناس قاعدة تكتب من الأسماء يعني التسعة الأسماء لن تنطبق إلا على اثنين ثلاثة هذه لا يؤخذ فيها هذه توهمات من يحدد؟ من يحدد لجنة الانتخابات من لجنة الانتخابات؟ أيوة لجنة الانتخابات الموجودة الآن من اللي هو اللي فيها القداد وفيها اليامي الضار أو الهادي عموما هي بعد ما يحددوا لا لا هذه لأن سر هم حاطينها سر أنا ما أعرف الانتخابات لا أنا ما لقيتها في الموقع إيه سر إيه لا عصم أنا أي شيء بدون لائحة ما أحب اللجنه بدون لائحه طيب شوف الان فرضا جاء الترشيح عليك انك تدخل بس في المجلس الطعون لها شروط الطعون اللي بنجيها الان لجنه الطعون طيب. استطيع انا منافس لك اتقدم اقول لا تركي الدعجم لا خبرته مش نشطه كمنافس إيه أجيب, اجيب 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 ملف ممكن عليك سابق ممتاز القضيه إيه ممكن لا 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 هذه هذا الحراك ترى انا عارف بالعكس هو حراك قانوني وصحي وممتاز فلذلك الرئيس نرجع للرئيس انه اختلف انه المؤهل لابد انه جامعي ولابد 15 سنه نشطه واضافت اللغه الانجليزيه انه يتقنها الرئيس مع انا مع انه اعضاء مجلس الاداره جميعا لابد ان يتقنون اللغه الانجليزيه احسنت بس الشرط هذا بس الرئيس موضوع له طيب من له حق اللي يعدل الشروط هذه استاذ خالد اللي حق اللي يعدل احسنت اللي هي الجمعيه العموميه هي تعدل فقط موجب النظام الأساسي في مادة ما أذكر الرقم هي التي يتقدم أي شخص فرضا خالد فلان في الجمعية العمومية ويذكر التعديل وبعد ذلك يدرس التعديل وبعد ذلك يعدل فقط طيب مصادرنا تقول أنه رفض تقديم موعد الانتخابات في الصيف الأشياء هذه المعلومات هذه عندكم أنا ما أقدر أتأكدها يعني طيب ماني متابع طيب المادة 32 تقول النظام الأساسي إيه؟ كان عدد الأعضاء كم 19 عضو إيه؟ 16 عضو إيه؟ الإدارة لا مجلس الإدارة 11 عضو بدلا من 19 كانت اللي كانت أول 19 قصدك أي والآن قالوا أنهم 11 11 أنت وجهة نظرك 19 و11 إيش لا أنا العدد طبعا لازم في عدد يعني أنه يكون الاتفاق لا العدد يكون مقدر وذا أهمية يعني بس أنه الكفاءة هي أهم يعني ما فائدة 19 عضو ما أو زي الآن اللي 11 عضو ما فيه يقول المشروع الجديد يقول حق رئيس المجلس اختيار 4 من المديرين التنفيذيين إيه مذكورة هذه في تفصل ليها الأستاذ خالد لو سمحت اللي أنت تتكلم عنها اللي في الانتخابات إي لا اللي يحق رئيس المجلس الأربعة الآخرين من المديرين التنفيذيين على أن يكون من كفاءات عالية وخبرات هذه ممكن في فقرة اللي هي الانتخابات لجنة الانتخابات اللي هي اختار المادة 19 لا مش 19 اللي هي لحظة طيب خلينا نتجاوز اي مذكور مذكور
إيه بالنسبة لمنصب الرئيس والأعضاء المختارين من قبل الرئيس من بين المدراء التنفيذيين، إذا خلى أي من هذه البقية دخل من هذه المناصب يتولى المجلس أعمالها حتى موعد الجمعية العمومية التالية، حتى يتم شغل الشواغر بالانتخاب لبقية فترة المجلس. أما إذا خلى منصب أحد الأعضاء المختارين من قبل الرئيس اللي اختارهم من بين المدراء التنفيذيين، عندئذ يتولى الرئيس عمل المناصب عمل المنصب، يعني هو اللي اشرح لنا بشكل إيه يتولى الرئيس عمل المنصب الشاغر يعني بنفسه حتى موعد الجمعية العمومية التالية التي تقرر بشأن الموافقة على بقائه لفترة المجلس. يعني المادة هذه تتكلم عن إذا اللي اختارهم الرئيس إذا شغل المنصب المدراء التنفيذيين هو يتولى المنصب الحين ترشيح الاختيار العضو من قبل الجمعية العمومية. طيب المادة الأولى الفقرة ألف رئيس المجلس ونائبه وخمسة أعضاء عاديين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية. الرئيس والنائب وخمسة أعضاء بمعنى سبعة من الجمعية العمومية. تمام. الأربعة والأربعة أعضاء اختارهم رئيس المجلس. مجلس الإدارة احنا نتكلم من بين المدراء التنفيذيين ويجب أن يكونوا من ذوي الكفاءات العالية والخبرات ومتخصصين في المجالات التي يستهدفها الاتحاد للتطوير في أنشطته على أن توافق الجمعية العمومية على اختيار متعين وكفاءات. يعني بمعنى أنه سبعة أعضاء هؤلاء جمعية عمومية، أربعة أعضاء من قبل المجلس رئيس المجلس. طيب ينضم معنا الآن الأستاذ فهد المطوع رئيس نادي الرائد السابق. مرحبا بندر. على اخوي تركي يسلم عليك وعلى الاستاذ خالد. الله يحييك. مساء الخير استاذ بندر او ابو بندر، حياك الله. حياك استاذ خالد، كيف حالك؟ الله يسلمك. استاذ فهد راح نتكلم القضيه للشروط القانونيه للترشيح لرئاسه الاتحاد، كيف شايفها استاذ فهد؟ والله شوف يعني انا اشوف انها طلعت عليها، اشوف انها يعني جيده، ما فيها شيء، يعني ما فيها يعني شروط عاديه جدا، يعني ما هي فقط الفتره اللي أنا بس يعني عندي شوي عليها تحفظ، هي الخمسة يعني فترة العمل في مجال الكرة القدم، هذه هي بس اللي أشوف أنا أن المدة طويلة جدا، يعني ما هي اللي 15 سنة. 15 سنة يعني أنا أشوف أنها شوي كثيرة. طيب يعني قد تحرم بعض المرشح اللي ما كملوا 15 سنة في هذا المجال، يعني أعتقد أنها شوي كثيرة. طيب ما راح نشوفك بندر مرشح؟ لا والله لا ما أعتقد. مش مغري الموضوع معك؟ والله يعني انا ظروفي العمليه ما يعني تساعدني على اني اترشح لهذا المنصب، والشباب اللي ان شاء الله مرشحين انفسهم فيهم الخير والبركه وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. طيب كيف شايف بعض المرشحين زي الاستاذ سليمان مالك، عادل عزت، في كذا اسم طالع على الساحه الان وجالس يعني منفذ جدول زمني وجدول ملف كامل الترشيح، كيف تشوف موضوعهم؟ والله شوف يعني انا في وجهه نظري ان كل ما زاد المرشحين كل ما كانت الظاهره التنافسيه صحيه وجيده جدا، يعني في الامير تركي بن خالد، في الاستاذ سلمان المالك، الاستاذ عادل عزت، يعني هذا ولا اعلن ترشحهم، واتمنى ان شاء الله ان يكون في طيب سنين ثلاثه قادمين لكي يعني يثرون الساحه وكل يكشف عن برنامج الانتخابي من يعني يحصل على برنامج انتخابي جيد. اتمنى له التوفيق ان شاء الله. طيب معك الاستاذ خالد الشعلان. ابو بندر في مجال خبرتك العريضه في مجال طبعا انت فتره كنت في الرابطه وكذلك كرئاسه نادي الرائد وعضويه كثير من الانديه، الشروط القانونيه مذكور ان الشخص اللي بيجي بيكون رئيس العضو انه لا يقل عمره عن 30 سنة، زين؟ يعني بمعنى 30 سنة هو الحد الأقصى. وذكر الرئيس انه خبرته لا تقل عن 15 سنة نشطة في مجال كرة القدم. لنفرض عندنا شخص انطبقت عليه جميع الشروط وعمره 30 بالضبط او 31 سنة. زين؟ وكفاءة ممتاز يعني شخص اسمه يعني ألف. كيف خبرته؟ يعني معناته انه في المجال الرياضي من 15 سنة؟ يعني معناته انه في المجال الرياضي من يوم كان شكل. لا كيف ب 15 سنة عنده خبرة نشطة في مجال كرة القدم؟ مستحيل. يعني الخبرة النشطة تبدأ دائما، الخبرة النشطة أنا أعتقد ممكن تأيدني فيها بعد العشرينات، يعني 21 تبدأ 20، مع أنه قليل نشاهد أحد الآن إداريين في الأندية أو في الاتحادات عمره أقل من 25، مستحيل، قليل.
فلذلك الشرط هذا اللي يتعلق بالرئيس انه اقل طبعا جميع الاعضاء لا يقل عن 30، لنفرض اختاروا الرئيس وكان عمره 30 وكفاءة جدا في جميع الشروط، متمكن في اللغة وال منطبق عليه جميع الشروط. طيب شرط الخبرة، يعني بيكون خبرته النشطة كانت عمره 15 سنة؟ منطقي مستحيل 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 هذا. فلذلك هذا يؤيد كلام الأستاذ أبو بندر عندما قال أنت عندك تحفظ على العمر، بس هذا العمر يعني هو اللي الواحد يكون عنده شوي تحفظ. طيب ولا غير الشروط ممتازة. أبو بندر حبيبنا، لو بسألك سؤال يعني مباشر وسألتك عن سؤال افتراضي، هل تتمنى أنه المرشح القادم يكون من الناس اللي اسم جديد في الرياضة أو اسم موجود وكان في الاتحاد؟ والله مع احترامي الجميع اللي يعملون في الاتحاد السعودي كلهم على عيني وعلى راسي، لكن أنا أشوف أنهم يعني عملوا وقدموا وخدموا المجال الرياضي بكل ما أوتوا من قوة وجزاهم الله خير. أنا أتمنى بصراحة أن المجال يفتح لشخص ما عمل في الاتحاد السعودي من قبل ليحضر ويتحضر مع أفكار جديدة وأفكار متطورة، ويكونون شباب يديرون الاتحاد على مستوى عالي جدا. اللي عملوا أنا أتمنى إن شاء الله ما يرشحون أنفسهم ويعطون مجال غيرهم، يعني كفاية لهم أكثر من 25 سنة كل الجهد اللي عندهم وقدموا لنا نشكرهم عليه. أتمنى والله يكون واحد خارج الدائرة اللي الآن موجودة. طبعا جنتلمان أنا أسميك الرياضة السعودية الأستاذ فهد المطوع، شكرا جزيلا لك وإن شاء الله نراه بإذن الله. وأشكر الأستاذ خالد إن شاء الله نرى اسمك من الموجودين يعني. الله يسعدك. أنا أشكركم على برنامجكم اللي توضحون فيه صراحة ثقافة قانونية لنا ومن المتابعين، وصراحة أشكرك وأشكر الأستاذ خالد على هذه اللي أنتم جالسين تقدمونه لنا. والله برنامج ثقافي، وأنا شكرت الأستاذ خالد شخصيا على هذا البرنامج. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ بندر. طبعا راح قبل ما نطلع الفقرة بس تأيدني في الشرط حقيقي إيه، وصراحة بالجد منطقي. لا مضحك يعني فعلا أنت جبتها، يعني تخيل شخص اكتملت فيه شروط والكل يعني يريد ترشيح 15 سنة يعني ثالث متوسط صح؟ أي يعني بعضهم لا بعضهم ثاني متوسط أو ثاني لا جد والله إيه يعني حتى 20 نو واي يعني مستحيل. وحتى أنه النضج الرياضي إلا 22 سنة يعني يكون متخرج من الجامعة عندي يدخل قلب الثانوي 18 سنة. بس أنه أحس أنه كلامك منطقي. المفترض أنه ما حطوا حد أقصى، ما تكلموا عن الحد الأقصى كم عمره الصغير، طبعا لا يتقدم واحد صغير، بس أنه على أساس أنه ما نقع في هذه الإشكالية. طيب من اللي يقوم بشعار الجمعية العمومية بالأسماء المرشحين اللي يأخذ هذه الأسماء ولا هذه لها تفصيلات أستاذ تركي اللي هي في لجنة الانتخابات اللي مختصة فيها. طيب أحد يقدر ينقض عنا لجنة الانتخابات؟ إيه طبعا في لجنة الطعون اللي حين نتكلم عنها. لا لجنة الطعون هذه اللي بنتكلم عنها هل تختص بالأندية؟ طيب هل هي تتعلق بالاتحاد؟ ما أدري، بس ما أعتقد لأنه الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي اللي أقرتها، فلذلك لا علاقة لها. برضو ينضم معنا من جدة أعتقد الأستاذ سعيد عن المستشار القانوني. أهلا أستاذ سعيد. الله يحييك. مرحبا شرفتنا. الله يطول لي عمرك. كيف شكرا للاستضافة. الله يسعدك. طبعا القضية اللي نتكلم عنها اللي هو الشروط القانونية لترشيح رئاسة الاتحاد، كيف شايف الشروط أستاذ سعيد؟ والله على كل حال خلينا احنا في الأول نتكلم عن يعني الجهة المختصة بانتخابات المجلس. اوكي؟ تفضل. وتكوين الجمعية. طبعا الجهة المختصة هي الجمعية العمومية المختصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. الجمعية هذه تتكون من 47 عضو، طبعا وفق المادة 21 على 1 تقسيم ألف من النظام الأساسي للاتحاد. لو قلنا حنا بالنسبة ما يتعلق بشروط المرشحين مثلا لرئاسة مجلس الإدارة، طبعا الحقيقة نظام الاتحاد أو النظام الأساسي للاتحاد ذكر بأن لابد أن يكون شرط مؤهل متوفر في الرئيس، بمعنى أن يكون حاصل على مؤهل جامعي. الشرط الثاني اللي هو شرط الخبرة، لابد أن يكون أمضى في مجال كرة القدم خبرة لا تقل عن 15 عام سواء على. طب كيف أستاذ سعيد كيف شايف أنت الشروط؟ إحنا الشروط استعرضناها في الحلقة، أنت كيف شايف الشروط من وجهة نظرك؟ واقعية؟ والله إيه والله الحقيقة طبعا يفترض، أنا ملاحظ أنه نفس المادة 32 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي كرة القدم
هي تكلمت عن شروط بسيطة لرئيس رئيس المجلس، وأغفلت الشروط اللي يجب تتوافر في نائب الرئيس. أيضا تكلمت عن شروط العضو في المجلس، وذكرت حقيقة تقريبا حوالي 6 شروط. من ضمنها تكلمت عن أنه لابد أن يكون سجله خالي من السوابق، وقالت أنه ما يكون ارتكب جريمة مخلب بالشرف والأمانة. طبعا الجزئية هذه يفترض أن يكون مضاف لها أنه لم يسبق أن حكم عليه بحد. يعني هذا يعني الحين لو جاء أحد الأعضاء وترشح ومحكم عليه بحد، ما في نص حقيقة يمنع أن يترشح. شيء ثاني أنه طبعا المفروض أنه يكون في لائحة الانتخابات تفسر جزئيات كثير خاصة حول المادة 32، من ضمنها أنه وش الجرائم المخلفة بالشرف والأمانة. يعني سؤال يطرح، يعني يبي يستفسر كثير. ممكن استاذ انك في الجزئيه هذه، ممكن استاذ خالد ممكن هي معروفه لنا كقانونيين، يعرفها الدكتور سعيد. معروفه جرائم اللي تخل بالشرف. طب اللي تكلم له حكم الحد انه ما تكلم عنه؟ لا، هذه فيها تفصيل، هي فيها تفصيل. وانا اشوف الشروط اللي انا ملاحظتي للشروط هي ما يتعلق بالخبره، اللي 15 سنه اذا توافر رئيس عمره 30 سنه في الحد الاقصى زي ما قالت اللائحه. كيف أجيب خبرته 15 سنة؟ يعني معناته أنه في مجال كرة القدم عمره 15. هذه ملاحظتي. أيضاً طبعاً الدكتور سعيد يعني على عين الراس اللي ذكره، اللي هو الحكم حكم الحد. هي أشياء وجيهية، يعني هي فيها تفصيل. تفضل يا سعيد. طبعاً الحقيقة في أنظمة يعني معمول فيها حددت الجرائم، وذكرت أن تقريباً حوالي 8 جرائم هي جرائم مخلب الشرف والأمانة. ذكر منها الرشوة والتزوير، وايضا الاختلاس وخيانه الامانه وهتك العرض والمخدرات. هذه تقريبا هي هي الجرائم اللي تعتبر مخله بالشرف والامانه. على كل حال المفروض هذه الاشياء تكون مذكوره. وين تكون مذكوره؟ بارك الله فيكم، في اللي هي لائحه الانتخابات تحدد. طبعا في جزئيه الحقيقه يعني يعني مغفلها صراحه في نص الماده، اللي هي موضوع النائب الرئيس، وهذا حقيقة يتولى منصب، يعني مش عضو، هو يأخذ منصب يعني. فالمفروض يكون له شروط أيضا مثل مال الرئيس، مع يعني تقديرنا واحترامنا للشروط الحقيقة موضوع الترشيح الرئاسة، لكنها شروط قليلة. أيضا حسب الحقيقة ما ذكر في المادة 32، قد يعني لا يشمل الرئيس ما يتعلق بموضوع اللي هو الريكورد حق اللي خلوه من السوابق. معنى ان 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 اشتراط انه يكون السجل نظيف فقط للاعضاء. يعني يفترض ان الحقيقه ينص صراحه بالنسبه يا اما ان يتم تقديم او تاخير فيما يتعلق بانه جزئيه، انه اذا ارتكب حد او صدر عليه حكم في قضيه حد او قضيه مخلب الشرف والامانه، هذه يجب ان تتوفر او يكون شرط للجميع، للرئيس وللنائب ولجميع الاعضاء. طيب في الماده 32 فقط على الاعضاء. طيب الاستاذ سعيد العمري، شكرا جزيلا لمداخلتك. في اشاره استاذ سعيد سم. في مداخله استاذ خالد اللي ذكرته الدكتور سعيد. النائب مذكور في الماده 32 فقره الاولى الف، طبعا الرئيس هو الذي يختار النائب، ووضع في الفقره باء انه من ضمن الاربع الاعضاء، وأضيف عليهم أنهم يجب أن يكونوا من ذوي الكفاءات العالية والخبرات ومتخصصين في المجالات التي يستهدفها الاتحاد للتطوير في أنشطته، على أن توافق الجمعية العمومية على اختيار متعين وكعضاء. يعني إضافة، هذه زي ما ذكرت أنت أنه لابد التشديد على شروط النائب، هي مشار لها هنا كإشارة. وأنا أوافق أنه يفترض أنه النائب توضع له مثل ما أفردت للرئيس ومحددة. صحيح، تعرف يا أستاذ خالد رجل قانوني وعارف ان مثل الامور هذه التشريع، يعني شيء مطاطيه الكلمات، راح يكون اصلا يعني يبطل اي قرار مخالف لما ورد في طيب في نص الماده. استاذ سعيد العمري شاكر جزيلا مداخلتك معنا، وان شاء الله راح تكون معنا ضيف جميل في الحلقات القادمه باذن الله. بارك الله فيك، شكرا لك وللمشاهدين وضيفك الكريم. شكرا.
طبعا وصلنا الى القضيه الثالثه، القضيه الثالثه لجنه الانتخابات والطعون. نشاهد هذا التقرير بانامل احمد السناني وقراءه احمد عدنان ووليد عبد السلام. نشاهد. اعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد قائمة اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية برئاسة عبد العزيز العنزي، وكذلك لجنة الطعون والمخالفات لانتخابات الأندية الرياضية برئاسة المحامي الدكتور ماجد الموزان. وستباشر اللجنتان مهامهما وفق أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وهاتان اللجنتان مرتبطتان بوكيل الرئيس العام للشؤون الرياضية. كما صادقت وكالة الشؤون الرياضية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب على الإجراءات الموحدة لانتخابات رؤساء ومجالس الأندية وفق لائحة محددة بها فترة الترشيح وفترة الطعون ثم فترة النظر في الطعون ثم فترة الاقتراع ثم الاعتماد النهائي للمجلس من قبل الرئيس العام. أستاذ خالد، تأصيل قانوني للجنة كيف شايفها؟ طبعا ننسى الآن النظام الأساسي للاتحاد. نعم، ننتقل لمرحلة ثانية. الرئاسة هذه صدر فيها عدلت، لك أن تتصور كان في لائحة الموحدة الأندية عام 1416 نعمل فيها إلى العام، يعني شوف كم سنة، يمكن أكثر من 20 سنة، 20 أكثر تقريبا. عدلت العام وأصدر الرئيس العام رعاية الشباب لائحة جديدة اللي هي لائحة الموحدة للأندية، تختص هي في الجمعية العمومية للأندية، كذلك القوائم المالية، كذلك الترشيح للانتخابات، الرئيس، الأعضاء مجلس الإدارة، كذلك ذكر فيها الأعضاء شرف وما إلى ذلك. بالنسبة للتأصيل القانوني للانتخابات ذكر هنا، التأصيل القانوني هناك لجنة العامة مذكورة في المادة 42 في الفصل السابع، هي المختصة بفرز القوائم وتحديد المواعيد، أي شيء يتعلق بالترشيح، مش زي السنوات الماضية يأتي مندوب من مكتب المنطقة ومندوب من الرئاسة وما إلى ذلك وتوقيع وخلصنا. في اللائحة الجديدة فيه تشدد أكثر، تمام، يعني مربطة من جميع الجهات، أنا طلعت عليها من قبل فترة. اللجنة هذه مختصة زي ما قلت لك بالفرز، أهم شيء فرز الأسماء، كذلك تحديد الفترات الزمنية وطريقة الترشيح وعرض القوائم مجلس الإدارة وما إلى ذلك. هذه هي التأصيل القانوني، هي نابعة من الرئاسة العامة رعاية الشباب وتعنى بانتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة الأندية كإشراف، يعني كإشراف. إيه نعم، هي اللي تتولى تماما. طيب هناك مراحل انتخابات رئاسة عضوية مجلس الإدارة، هي في أعظم مراحل اللي هي مرحلة الفرز الأسماء ومرحلة، لا عفوا، مرحلة الانتخابات اللي تدخل فيها الترشيح، ومرحلة فرز الأسماء، ومرحلة الطعون، وكذلك في مرحلة الاقتراع، وفي مرحلة المصادقة من قبل الرئيس العام رعاية الشباب صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد. طيب ناخذها واحدة واحدة، مرحلة الانتخابات واضحة، بعدين مرحلة الانتخابات والفرز، اوكي، ايه؟ الطعون. اللجنة العامة مشكلة فيها لجنة داخلها اسمها لجنة صغيرة ممكن من 3 أعضاء، ما أدري العدد، هي التي تعنى بالفرز، تمام، الأسماء، وتباشر هذه اللجنة وفق صلاحياتها من قبل اللجنة العامة التي شكلتها، تمام، يعني اللجنة داخل اللجنة. أيضا في مرحلة انتخابات الرئيس مجلس الإدارة وكذلك الأسماء المرشحة، أيضا في شروط موجودة لابد تنطبق. من يرشح الأسماء هذه؟ الجمعية العمومية حقت النادي. لا 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 لا، لجنة الانتخابات هذه، لجنة، رئيس اللجنة صدر الترشيح اللي ذكره الآن. من يرشح؟ الرئاسة العامة رعاية رشحوا الرئيس اللجنة العامة اللي هو العنزي دكتور. ايه أنا أقصد أنه الترشيح، إلى الآن ما ذكرت الأسماء اللي معه، لكن الترشيح أقصد قانونية الترشيح تفهمي؟ ما أدري أنا. طيب أوكي، إلى الآن أوكي. لجنة عبد العزيز العنزي برئاسة عبد العزيز. طيب العنزي بعدها، لا، في برنامج زمني تقر هذه اللجنة العامة لمرحلة الفرز على أساس ما يأخذ فترة طويلة، وبعد ذلك يأتي نظام الترشح اللي عن طريق القوائم الفردية وقوائم الجمعية، وبعد ذلك موعد الجمعية العمومية الذي يأتي فيها المناديب، مندوب المنطقة، المكتب، الرئاسة العامة رعاية الشباب، وكذلك
وجود الأعضاء للنادي اللي هم المنتسبين العاملين اللاعبين وما إلى ذلك. كلامها طويل يعني فيها. تمام. وبعد ذلك يفتح باب الترشيح وتقدم. الترشيح والحضور وهذه ممكن نستعرضها في حلقات قادمة لأن فيها تفصيل دقيق. طيب التفصيل. لو حدث طعن الآن نأتي لفرحلة ال بس أستاذ خالد اسمح لي لو حدث طعن في أحد القرارات الطعن هذا قبل ما نتكلم عن الطعن في لجنة اسمها لجنة الطعون تتكون من رئيس وعضوين أحدهم ممثل عن اللجنة الأولمبية العربية أوكي. وواحد يصدر بهم قرار من رئيس العام يعني واحد يرشح من رئاسة العام رعاية الشباب وواحد من اللجنة الأولمبية الأعضاء لابد يحملون البكالوريوس في القانون الطعون لأن الطعون تختلف كل واحد جاي وعنده كلام أنا ضد عملية الترشيح أنا ضد الاسم الفلاني ضد القائمة الفردية الفلانية ضد القائمة الجمعية الفلانية فلذلك المختص لابد أن يكون يحمل شهادة البكالوريوس في القانون طيب لماذا تم ربط اللجنة هذه برعاية الشباب؟ قيل أنها مختصة الأندية مختصة لو تبغى رأيي أنا أي بس لو احنا قلنا هذا التفصيل هذا كله يلحق بالاتحاد السعودي لا لانه تدخل حكومي في العمل للاتحاد انا اشوف التقسيم هذا صحيح يعني صحيح. انه لانه تابع مع انه احيانا اقول هذا نادي كره قدم مفترض يلحق بالاتحاد السعودي ابو الوليد لو انا ابغى اطعن في اللجنه اروح لمين تروح لجنه الطعون بس لازم اطعن في لجنه الطعون اروح لمين لجنة الطعون ما أدري أنا ما طلعت عليها بالضبط هنا بس ما أدري إذا كان عندك وقت يعني ما أنا ما أدري والله أنا أسأل الطعن ما أتوقع أنه مذكور بيرجعون غرفة التحكيم في اللجنة الأولمبية ممكن؟ ممكن إيه ممكن اللي هي غرفة فضل المنازعات لجنة فضل المنازعات طيب أستاذ خالد إحنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة طبعا الحلقة والموضوع هذا فيها ايه الموضوع هذا انا وانا ايه لابد نخصص لا لابد نخصص حلقه كامله للجنتي الانتخابات ولجنه الاقتراع ولجنه الطعون يعني حلقه كامله لهذه اللجان لا سيما ان الفتره الان موجوده انها يعني تتطلب وجود مثل هذه الحلقه الفتره الموجوده الان في قوائم بتترشح وما الى ذلك ايضا يكون في تثقيف للمشاهدين طبعا عشان بس نقول ابرز ما جاء في حلقتنا اليوم اللي صراحه استاذ خالد ذكرته وكان بكل امانه هذه انا انشغلت في انه من يستطيع انه يقدم احتجاج على لجنة الطعون هذه لازم اجيبها في الحلقه طيب القادمه ان شاء الله استاذ خالد شعلان طبعا تكلم كلام جميل جدا في قضيه ترشيح المرشحين لرئاسه الاتحاد اللي احد اهم الاسباب اللي كي ترشح نكون عمرك 30 سنه وخبرتك 15 سنه فقال استاذ خالد اذا عمري 30 15 سنه خبره يعني ببدا نشاط رياضي من عمري 15 سنه يعني بثاني او ثالث متوسط ف انا ابغى استاذ خالد يعني ضرب على وتر بكل امانه وتر حساس يعني جدا يعني تستحق انه تستحق بغض النظر من قائلها يعني لا تستحق انه انا صراحه منطق لوجيك منطقيا فعلا عمره 30 سنه وابغى منه 15 سنه يعني حتى لين نقول انه كان يلعب في النادي عمره 15 سنه في الناشئين لين 20 سنه طيب احنا 20 سنه وين راح يعني ما احنا نتمنى من صاحب اللائحه او صاحب من وضع هذه الشروط انه يتحفنا او يتواصل معنا او يثقفنا النظام الاساسي طبعا في هذا الموضوع شكرا جزيلا استاذ خالد شكرا شاكر لكم شاكر لاسره البرنامج وان شاء الله تكون حلقتنا القادمه السادسه مميزه ان شاء الله باذن الله شكرا جزيلا لكم انتم اعزائي المشاهدين تصبحون على خير